غدا عبد غدا اطول حلقه اطول حلقه غدا بوجودك اذا بتسمعي كمان بدي انتهز الفرصه اليوم احكي ابو جوده يلي اعطى الكثير من كبار النجوم بنناول على والده جوزيف توفاه الله الله يرحمه امبارح كنا حلقه السيده سميره ابو جوده وهالقد حسينا انه طارق يلي ما في ولا مناسبه بتمر الا وبيكون عنده كبيره من الدغدغات تصل الى المنى على الهواء شفنا طارق الابن وطارق الاخ طارق الحنون طارق يلي بكي بده الصناعي اللبناني الكبير جوزيف ابو جوده الله يرحمه ونحن منعزيك ومنعزي طارق ابو جوده وان شاء الله تكون خاتمه احزان طارق الرازق مايسترو دغري معي طبعا أيوة. قليلي شو موهبه شو يعني انت حلوه بمطرحك هيفا حلوي بمطرحها وناجي بمطرحها ده حقيقة وطبعا انه يعني كتار وبشهادة كتار انه جمالة والتاكس ابيل تبعها لهيفا ما حدا بيتقارن فيه انه انا كتير منيح وبعرف هيفا كتير منيح وبعرف القلوب هذا وباع اللي حصلت دي صح. دي حصلت ما المعنى يعني لو انت لو المعنى الاساسي او السؤال ما كانش فيه اي حاجة كرمال نطل هي الصفحة. كان السؤال مين على شكتاكر نعم يعني كممثلة أكتر إثارة أنت ولا هيفاء؟ فقلت لها بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للجمهور؟ نعم قلت لها بالنسبة لي أنا شايفة أني أنا بالنسبة للناس ما أقدرش أحكم يقول أختي سواء لبارة السلع هل الجملة اللي أنا قلتها دي فيها شيء يقلل أو يكبر من هيفاء أو يقلل من غادة أو ينزل من هيفاء؟ ما فيهاش خالص بالعكس فعشان كده ما هي كلمت بعد كده قلت لها أصحاب أنا من الناس اللي بحب أتفرج عليها جدا انا من الناس اللي جدا شكلها اغانيها بغني اغانيها هل ينفع اكون انا بحط نفسي في مقارنه معاها او في بيني وبينها حاجه وبعمل كل دي كل مع زميلي والصديقه الرائعه وفاء الكيلاني هذا طيب الناس بيفهموا يعني والصحافه كمان بتكتبوا انتوا غني لي هالغنيه كرمال نعرف نخلص الموضوع رجب وين رجب رجب طبعا انا بحبها جدا طبعا غني يلا رجب غير رجب اقول ايه شو بتعمل عايزه اغني يا وادي تقيل سعاد حسني يس خلاص لا 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 يا وادي تقيل يا شايفني يا بالي طويل انت عاجبني بس بلاش تتعبني عشان عمرك ما حبيبي يا وادي بمين بتذكريني اكثر بنبيل عبيد ولا بنادية الجندي؟ في ايه؟ في بالضحكة وبالنجومية وبال الاثنين فظاع واتمنى نبقى سمي ونص من ديت لكن انا لا لا هيدا جواب مش غاده انا اتمنى ابقى غاده عبد الرازق لوحدي ما بقاش شبه حد ما بقاش نجوميه حد ما بقاش بصمات حد بس انت مياله لمين؟ لناديه ولا لبلبل؟ لا نبيل نبيل عبيد اكثر انت شو اضفتي لها على البطنيه؟ ناديه جندي ناديه جندي اضفت روح غاده عبد الرازق كممثله طريقه ادائي شكلي جسمي الطول حاجات كتير اكيد مختلفة انت بس ناديه بتوافقك الراي يعني والله لوقت معين كانت موافقه اصلا شفت البتاع ده ما بيش لحد وقت معين انا بص ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل يعني ايام البطنيه مدام ناديه جنتي كلمتني وقالوا وعجبتني فجاه طلعت قالت لا ما حصلش مش عارفه ليه يعني مش فاهمه انا عمري في حياتي ما حطيت نفسي في مكانه مدام ناديه جنتي دي نجمه قعدت 20 سنه وانا قلت لها اذا كنت عملت صحبا فيكي ما عملتوش عشان نفسك يعني ما كنتش مستنيه ان اعمل البطنيه عشان تقيم كان تقييم من غاده عبد الرازق ممثله ولا لا خالص انا كنت بعمل عشان انا حابه البطنيه عشان حبيته منك يا مدام ناديه لكن هما وقعوها في الخطا كل اللي حواليها عشان يعملوا زوبعه ووقعوا بيني وبينها لو تقدر غاده عبد الرازق عملت البطنيه حبا فيها حبا كان ناديه الجندي ما كانتش قالت كده خالص انت زعلني جدا لان انا بحبك قوي كنجمه ومش جاي اعمل بطنيه عايزك ولا عشان اهز عرشك ما حدش بيهز حد وما حدش بيمسح تاريخ وما حدش بياخد مكان حد
فيعني معظم الضيقه لغه جسدي. ليه 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 يعني استفدت بيني وبينها؟ انا هفضل طول عمري احبها وهفضل طول عمري احترمها، في عندي بحبه ليها هعمله عشان خاطر بس. بعطينا مسج على الهواء. لا مدام نادية كبيرة قوي وليكي تاريخ عظيم قوي، أرجوكي ما تسمعيش كلام الحكي. إذا كان أي واحدة فينا بتعمل حاجة قديمة الفنانة قديمة هو فيها وفي تاريخها وإنها حاجة ما حصلتش، لا عشان نقلد ولا نقلل منكم ولا عشان نقول إن إحنا أقوى منكم، ما فيش حد أقوى من حد، واللي بيروح يا مدام نادية ما بيرجعش زيه تاني أبدا أبدا مهما كان قوي. روق الغنديه، روق من حقيقه على ناديه الجندي كمان. شو بنغني؟ قلت لها نغني، غنينا هيفا، غنينا سعاد حسني. اه طبعا. لان انا مش مكسوفه ابدا. يا اكيد مش مكسوفه. مكسوفه مكسوفه منك، قادره مش قادره اقول لك، مكسوفه مكسوفه منك مش قادره مش هقولك اني بحبك، لا انا قد قلبك ولا قد حبك، لا انا قد قلبك ولا قد حبك، لا انا بحبك واعمل ايه. يا ده عبد الرازق، ده عبد الرازق. ايه بقى الكولي بتاع الحلقه؟ لا 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 لا، هيدي اللعبه بتاع الحلقه. في كان في امنيه هيك عندها غادة، ومش بس اللي بيحبوا غادة اللي حواليها، اليوم عندك من ما يكفي انه تصنعي باسم غادة عبد الرازق وتبيعي. يعني اذا بمصر ما شاء الله 80 مليون شروا، ذس از اكسلنت، يعني 80 مليون تمام كده. بوبي غادة عبد الرازق، لا لا بوفيه غادة عبد الرازق، هيدي غادي غادة عمل ليها بثلاث ايام عم بيشتغلوا عليها كرمال يقربوا الملامح اكثر، وهيدا بالاسعار اذا الله رد بوفيه غادة عبد الرازق بدون غادة. بوبيه غادة مع شاميتها، شوفي هونيك على غادة، هيدي لغادة عبد الرازق امنيه لها كمان بعد الفاصل اللي رح احكي عن ليالينا، رح احكي عن سمية الخشاب دغري دغري عندها رادارات هيك عم تطلع هيك، رح نحكي عن سمية الخشاب. الله يبعثك.